الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، فنحن ساكنة تريشات بني وكيل دوار إيموسات نتضرر من هذه الملحقة الكارثة التي نسميها كارثة عاطفية، ليست بكارثة خفيفة فقط. فنحن كما على عين الاعتبار جاء السيد القائد مع المحققون سيركولالي مع الجماعة الحضارية لسكان حاسي بركان، ودرسنا هذا المشروع مع السيد القائد واعطانا بعض الأهميات التي يمكن أن يناقشها مع سيد العامل. واستصدرنا من هذه القيامات التي وقعت هنا بأن كاين واحد الشيء اللي غادي يكون هذا الكاريان هنا، ولكن نحن مدام الحياة سنبقى متشبثين بالرأي العام. نحن لا نخالف العام، نحن نقول ربنا الله، الله الوطن المالك، الله الوطن المالك، هذا ما نقول. ولكن بصفة نهائية نحن إلى الأبد لا يكون هنا أي كاريان. نحن واقفون واقفون وحامدون لله سبحانه وتعالى أن لا يكون هنا أي شيء لكي تتضرر بهذه الساكنة. فنحن متضررون جدا بهذه الساكنة، لذا الاستخلاص من هذا الشيء أننا سنبقى موحدون وواقفون جامدون إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى هذا الحق أو يظهره. فهذا باطل، هذا باطل، ونحن ضرار، ضرار، ضرار يتضرر به الساكنة. ولنردد يا مسؤول، يا مسؤول، هذا الشيء ماشي معقول يا مسؤول. نولي الإخوان، نولي لواحد النقطة على حساب الانتخابات، الانتخابات التشريعية اللي دازت، أنهم كل المسؤولين كانوا كيقولوا نحن مع الجماعة، نحن مع الجماعة، ولكن الآن نحن في ورطة لا يعرفنا إلا الله سبحانه وتعالى، لا خليفة ولا شيخ ولا مقدم ولا أي جوا. اللي كنقول له شي حاجة كيقول لك أنا بلغت. فين هذا التبليغ؟ أين هذا التبليغ؟ أنا قلت للقايد، جاء القايد، أنا غادي نقول للعامل، فوقاش؟ ما نعرف حتى يوقع الكاريان. ولهذا نحن هذه الجماعة بني وكيل إيموساتن بني بويح مطالصة عرب كل شيء واقفون، سنبقى صاحمين صامدون إلى الأبد إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن فيها. نحن لا نريد أن نضيع حقنا، نحن نريد الله الوطن المالك. بصفتي ممثل الدوار ديال إيموساتن ومع بخصوص هذا المشروع اللي بغى يدار هنا، المشروع ديال هذا الكاريان، وحنا كنا رسلنا في هذا الموضوع، كتبنا للجهات المعنية، السلطات المحلية بما فيها السلطات المحلية، سعادة العامل، ومن بعد طمأنونا قالوا لنا ما كان حتى شي حاجة. ومع ذلك بداو شي لوجان كيجيو كل مرة، كتبنا عاودة مشينا عند السيد رئيس الدائرة والناس، قال لك ما غادي تكون حتى شي حاجة. مع ذلك وهذا الرعب اللي بغى يرعبونا به بهذا الكاريان هذا اللي بغى يدير لنا في هذا المقلع، بهذا المكان هذا، السكان اضطروا يديروا هذه الوقفه هذه الاحتجاجيه تعبير باش يعبروا على الرفض ديالهم التام لهذا المقلع اللي غادي يكون هنايا. ان هذه البلاصه ماشي ديال المقالع، هذه خاصه بالسكينه، بالراحه ديال السكينه. كاين مقلع، سبعه المقالع اللي كاين هنا من مور هذا الجبل، وكاين واحد المقلع هنا من هذه الجهه، وكاين واحد المقلع هنايا. اذا هذا غادي نسميوه حي المقالع، بدل ما نقولوا حي اصطناعي نديروا حي المقالع. وكنطالبوا بالسلطات المعنيه تاخذ بعين الاعتبار هاد الاحتجاج ديال هاد الساكنه هادو، وكنطلبوا منهم يدخلوا في اقرب الاوقات. والله والله ينصر سيدنا، والله يكون مع حسن الساكنه، الله يكون في عوانهم. هذا باش يعرفوا المسؤولين ان ما خصهمش يجيو لديك البلاصه هذيك ويقول لك انا ندير الكريال، هو ما عرفوش هذه البلاصه كيفاش دايره. شوف السكينه، شوف الدوار كيفاش داير، شوف التركيبه نتاع الدوار تبارك الله، ما عارفينش ما راكبينش، وشوف الطبيعه كي دايره. كيفاش غادي يدار الكريال اللي وحنا غادي زعما غادي نجيو من هذا الكارثه القاتله اللي غادي يديروا هنايا؟ حنا كنطلبوا المسؤولين الله يجازيهم بخير
يشوفوا شي مكان اخر لهذا المستثمر ويخليوا هذا المكان. راه هذا المكان ما صالحش للكريالات، راه خاص بالسكينه، ما خصش يخسر لنا الطبيعه ديالنا والحياه ديالنا. الله يجازيهم بخير.